اهلا وسهلا من جديد مشاهدينا. ده يعني مميز جدا ومشرق يعني عبر صباح الشروق لكل امهاتنا، لكل ممتهني الصناعات التقليديه اليدويه وايضا الصناعات المتوسطه والحرف يعني. وده ممكن يشكل زي ما ذكرت في بدايه المقدمه دخل بالنسبه للفرد، وكمان ممكن يساهم اسهام كلي في دخل المجتمع يعني. لو متذكرين شويه كده عند تكليف الدكتور دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك عموما في عدم تصدير المواد السودانية، المنتجات السودانية خام يعني، فيجب انه نستفيد منها في صناعات تحويلية كثيرة جدا يعني، ابرز الجلود الممكن تصدر الماشي باكملها، ولكن في محاجرنا ومسالخنا يجب انه برضه نهتم بالجلود عشان الصناعات التحويليه دي برضه بتشكل لنا عنصر كبير جدا في يعني تنميه الوطن عموما. اليوم حنتكلم عن جسم معين هو دوره تنميه هذه الصناعات المتوسطه والصناعات اليدويه يعني، بعد ما تم حل كل الاتحادات بموجب قانون ال 30 من يونيو عن طريق لجنة إزالة التمكين، في لجان تسييرية هي بتقوم بهذه المهام عموما. سعداء أن يكون معنا باشمهندس منير زمراوي نائب رئيس غرفة الصناعات الصغيرة والمتوسطة. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. مرحبا بك أكيد باشمهندس. كيف تم يعني تكوين تأسيس لجنة التسيير؟ طيب حقيقة طبعا تم تكوين تأسيس لجنة التسيير لاتحاد غرف الصناعات الصغيرة والمتوسطة بموجب قانون المادة 3 من قانون إزالة آثار النظام السابق، فده لسنة 2019 اللي هو تكونت لجان تسييرية لاتحاد أصحاب العمل اللي هو بيتكون من 5 غرف رئيسية اللي هي غرفة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وغرفة النقل وغرفة الغرفة الزراعية، فاتكونت لها لجان تسيير بموجب قانون إزالة التمكين لسنة 2019 المادة 3. طيب يا باشمهندس، يعني لو كان في مدخل قبل ما نجي لتكوين اللجان دي ودور الان وتفعيلها على ارض الواقع، نتكلم عن الصناعات التقليديه واليدويه والصناعات المتوسطه اللي هي الصناعات التحويليه، دوره برضه في تنميه الاقتصاد برضه ودوره في تنميه الدخل الفردي يعني. طبعا لو ملاحظين انه الدول النهضه دي كلها نهضت باهتمامها بالصناعات الصغيره والمتوسطه، وهي طبعا يعني عندها مساهمات كبيره جدا في الدخل في زياده الدخل القومي يعني، مساهماتها بتصل لمبالغ. فالاهتمام عشان احنا ننهض بدولتنا، عشان احنا ننهض ببلدنا، فنحن لازم نهتم بالصناعات الصغيره والمتوسطه عشان تساعد في انه الناس تقوم تصل لشنو، تصل لزياده الدخل القومي وتوفير فرص بتاع عمل للشباب وللخريجين. فدور بتاع الصناعات الصغيره دور كبير جدا جدا، وهي يعني احنا دوله يعني هي بدات تديها اهتمام على اساس انه يعني هي ده احنا بنشوف انها هي دي المخرج الممكن يطلعنا يعني يطلع بلدنا في الضوائق الاقتصاديه الموجوده. فحقيقه احنا لقينا في اتحاد الصناعات الصغيره جينا لقيت ما يعني ما لقينا حاجه موجوده على ارض الواقع، لقينا انه يعني لا في بيانات لا في داتا لا في كده، فبدينا نضع في استراتيجيات واتصلنا بالجهات الحكوميه والناس بدات في وضع استراتيجيات على اساس انه نقدر نطور في 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 المجال ده في مجال الصناعات الصغيره والمتوسطه على اساس انه نقدر نعبر ببلدنا ببر الامان عن طريق الصناعات الصغيرة. طيب باشمهندس، دوركم يعني كاتحاد في تطوير الصناعات المتوسطة والصغيرة باعتبار انه قد يكون في شخص في المنزل يعني عنده فكرة، عنده موهبة، تحيزا للفكرة وتحيزا لانه الفكرة دي هتدعم الاقتصاد بصورة كبيرة، كيف يعني بتقدروا تصلوا ليه ودوركم انتم عشان ما انتم تطوروا الحاجة دي شنو؟ طيب تمام، ده كلام ممتاز. طبعا احنا في الاستراتيجية العامة اللي بدينا نخوض فيها لتطوير الصناعات الصغيره والمتوسطه، اول حاجه نشكر وزاره الصناعه ونشيد بالدور اللي بدات تعمل فيه اللي هو باستخراج رخص صناعيه. طبعا الرخص الصناعيه دي يعني هي دي بتساعد في انه الناس تمشي في المسار السليم اللي هو زمان. طبعا كل المصانع الموجوده حاليا في السودان كان ما في قانون بتاع صناعه واضح، كل المصانع كل الحياه الموجوده في السودان بتشتغل عن طريق الرخصه
التجارية. وكان في تداخلات كثيرة جدا بخصوص الموضوع ده. فحاليا شرعت وزارة الصناعة في انها تعمل رخص صناعية. ونحن حقيقة شاركنا في الورش اللي عملتها وزارة الصناعة، وطالبنا من وزارة الصناعة انها تخط يعني في الاشتراطات لحصول الترخيص، انها تخط يعني تراعي الصناعات الصغيرة والمتوسطة، انها تديها يعني في الاشتراطات انها تكون يعني تخط لها اشتراطات خاصة بحيث انه نقدر الناس تقدر تمشي تطور في الشغله دي. احنا الهدف بتاعنا انه يعني لقينا في العديد من المراكز في السودان، في مراكز كثير جدا بتاع التدريب، لكن المراكز دي كلها مهمله. حقيقه حاسه بدينا في لجنه التسيير في انه في رصد كل المراكز بتاعت التدريب الموجوده في السودان، وبدينا نحصر فيها وتبعيتها لوين، في مراكز تابعه للدوله، في مراكز تابعه لقطاعات خاصه، في مراكز تابعه لمنظمات. فحقيقه حاليا احنا في حصر للمراكز بتاعت التدريب. الكلام ده كله الغرض منه انه احنا دارين نهتم بالصناعه، لانه ده هو المخرج الرئيسي للاقتصاد بتاعنا. فحقيقه في معضلات كثيره جدا جدا واجهتنا من اللجان اللي كانت مستحوذه على القصه دي، وللاسف يعني في الفتره في العهد البائد كانت اللجان بتاعت الاتحاد اصحاب العمل كانت عباره عن لجان تراعي مصالحها الشخصيه، يعني ما كان في اي طموح لانه الناس تراعي لمصلحه البلد. ف يعني انا ممكن احكي لك انه احنا طبعا يعني لقينا احنا طبعا بنحاسي حاليا بنعمل في ريستراكشر اللي هو هيكله للاتحاد. طبعا الاتحاد ده هو بيتكون من شو؟ الاتحاد ده بيتكون من غرف ولائيه بالاضافه للشعب. اللي هي الشعب دي مفهوم منها شنو؟ الغرف الولائيه طبعا اي مثلا ولايه الخرطوم عندها اتحاد بيكون تابع لولاية الخرطوم، بالإضافة لأنه مثلا محلية أم درمان بيكون عندها غرفة حقت المحلية، غرفة المحلية دي تحتها بتكون في شعب، الشعب دي مقسمة حاليا، كانت مقسمة بطريقة يعني كانت مقسمة جغرافيا، وده شيء خاطئ يعني كان في ميكس في الحاجات. فمفروض الغرف أو الشعب دي تكون مقسمة أكوردنج لل أو بناء على شنو؟ على التخصصية. فحاليا احنا بنعمل في شعب تخصصية، يعني الشعب التخصصية مثلا ممكن يكون عندنا شعب بتاعت الناس المهتمين بالمجال بتاع النجارة، الناس اللي شغالين في المجال بتاع الحدادة. المهم احنا حاليا في حصر لجميع العضوية، وعلى انه نقدر ندرج الناس دي في الاتجاه السليم. طيب باشمهندس، ذكرت جانب انه وزارة الصناعة يعني تدريجيا أولت الملف ده أهمية، في حين أنه التصاديق اللي بتمنح دائما للمصانع، حتى لو كانت المصانع صناعات تحويلية زيوت أو التفاصيل عموما منتجاتنا السودانية. فلو تكلمنا عن دور الاتحاد ذاته في تعزيز دور اللجان، لجان التسييرية الآن في كل الأحياء، خاصة في المناطق المنتجة يعني لكل المنتجات دي، دوركم شنو في ربطهم وفي مراقبتهم يعني؟ تمام. احنا طبعا الدور المنظمين احنا حاسي لجنه تسييريه، اللجنه التسييريه طبعا هي بالقانون معروفه ان هي حاجه بتؤدي توصل الناس لحد ما تصل للانتخابات الحقيقيه اللي بتجيب الناس. احنا حاليا دورنا انه احنا بنخط استراتيجيات قديمه، احنا حقيقه لا منجينا في اللجنه التسييريه ما لقينا اي شيء موجود على ارض الواقع، لقينا عباره عن يعني عباره عن اتحادات، عباره عن ورق، وعباره عن اتحادات يعني القوانين الموجوده فيها ذاتها خصصت بحيث انها تخدم اغراض انتخابيه فقط. يعني معلش يا باشمهندس، ده الجانب انت ذكرته يعني كانوا براعوا المصالح الشخصيه، انا بتكلم عن التكوينات الان ما الاتحاد تم حوله، لكن في لجان تسييريه موجوده وبعد ذاك بتتفرع منها شعب على كل ولايات السودان. انا قصدي الولايات المنتجه بالنسبه للصناعات اللي فيها مصانع صناعات تحويليه. الان دور اللجان التسييريه دي شنو؟ في ضبطها برضه ومراقبتها، يعني مرات بيكون التصادق خارج اطر العمل يعني. تمام. طيب احنا حقيقه لما جينا استلمنا الاتحاد اول حاجه شرعنا في تكوين امانات عشان نعمل عمل منظم. احنا عملنا امانه بتاعت استثمار، عملنا امانه بتاعت تدريب، عملنا امانه بتاعت علاقات داخليه وخارجيه، عملنا امانه بتاعت استثمار. طيب احنا حقيقه مثلا امانه الاستراتيجيات دي الغرض منها شنو؟ الغرض من امانه الاستراتيجيات انها تشوف مثلا احتياجات البلد، يعني مثلا احنا لو جينا غرب السودان بنلقى مناطق بتاعت فول سوداني موجوده هناك، الغرض من انه احنا مثلا المصانع الفول السوداني المنتج الموجود عندنا ده، الغرض انه احنا نشجع اهل المنطقه في انه يقوموا يصنعوا لنا شنو؟ الزيوت، يعني في صناعات بسيطه ادوات باسعار معقوله ممكن تكفي الاحتياج
ممكن تكفلنا احتياجها الخارجي وممكن يعني تساعد في التصدير يعني تكفينا داخليا وممكن نصدر منها خارجيا. طيب الحاجه دي يعني مثلا ليلى لو مثلا مسكنا مثلا صناعه الزيوت غرب السودان ده فيه كميه من الفول السوداني الاشياء دي كلها بتطلع من غرب السودان يعني المكنه مثلا المحصر احنا اتصلنا بجهات خارجيه واستشرنا جهات كثيره جدا واخذنا تجارب بتاعت الكثير من الدول يعني مثلا عندنا الهندي مثلا فور اكزامبل الهندي دي مثلا دوله نهضت بالصناعات الصغيره والمتوسطه فاخذنا تجارب لقينا انه مثلا ممكن الناس توفر عن جهات بتاع التمويل معاصر بتاع الزيوت التكلفه بتاعتها ما عاليه جدا ممكن تكون تمول بها الجهات المنتجه كويس دي بتقوم تنتج لنا زيوت الطالع المنتج اللي بيطلع من عصر الزيت ده ممكن يساعد في تربيه ماشيه في تربيه حياه فان حقيقه تركيزنا انه اي منطقه حسب المنتجات الموجوده فيها حسب تشجيع الصناعه المفروض تكون طيب. بما انك انت ذكرت اسعار معناها اكيد يعني في معوقات بتقف في طريق الصغيره والمتوسطه ما هي المعوقات اللي ممكن تكون هي حائل ما بينكم وبين تنفيذ كثير من المشاريع يعني. طيب ده سؤال ممتاز جدا احنا حقيقه من جينا وشرعنا في القصه دي لمعوقات كثير جدا اللي هي من ضمنها يعني اول حاجه قانون الاستثمار قانون الاستثمار يعني في العهد البائد يعني كان سبب رئيسي لتدمير الصناعه المحليه. المفهوم في الكلام ده شنو؟ انا ابسط لك الحاجه دي لكلام مفهوم. طيب لو مسكنا مثلا المجال بتاع الموبيليا عندنا كان موجوده مصانع بتاعت موبيليا في السودان كانت بتشتغل بمستوى ممتاز جدا، جاء قانون الاستثمار فتحوا الاستثمار لجهات يعني قانون الاستثمار حقيقه كان مجحف في العهد البائد لانه يعني كان بيخدم شريحتين. كان بيخدم الشريحه بتاعت الراسماليه وكان بيخدم الشريحه بتاعت الاجانب بصفه خاصه. يعني لو مسكنا قلت لك الجانب بتاع الموبيليا بتاع الاشياء دي بنلقى انه اغلب الحسي لو عينت في السوق الناس المتحكمين في الشغل ده هم اجانب. طيب قانون الاستثمار ادان فرصه ادان امتياز انه الزول جاي مستثمر اجنبي ده بيدوه امتياز انه يدخل مواد خام بالاضافه لانه يدخل معينات بتاع التصنيع. المواد الخام اللي بيدخلها دي من اخشاب من غيره من غيره من غيره بتخش كلها بالامتياز محفيه من الجمارك يشيلوا عليها رسوم معينه. التاجر بتاعي انا بتاع الورشه هنا ما عنده امكانيات انه يقوم يستورد ما عنده امكانيات انه يقوم ياخذ حاجه من الاستثمار بيقوم بيشتري المواد بتاعته الخام من وين؟ بيشتريها من السوق المحلي. فانا ما بقدر انافس لي زول جايب حاجته ما محفيه من الجمارك محفيه من الاشياء وزول بيشتري الخام من السوق المحلي وفي الغالب كمان بيشتروه من الناس دي يعني هو حتى الكميه دي يعني هو اللي بيحصل شنو في الامتياز ده انه بيدوه ليست بيكتب مواد خام وبيكتب معينات بتاعه تصنيع يعني دي كلها بتخش ضمن الامتياز بتاع الاستثمار. في حين انه انا المنتج بتاعي الصغير ده اللي هو ما عنده الامكانيات انه يجيب له مثلا كونتينر من الصين وحاجه زي دي حدود امكانياته محدوده بيضطر انه يشتري من السوق المحلي يشتري انه يشتري من تاجر اصلا هو ده دافع ضرائب دافع جمارك دافع اشياء دفنت له السعر ما حيكون زي ذاك فالمنافسه بتبقى منعدمه تماما هنا ده ادى لانه يعني الحاجه نحن ما نسميها الفشل لكن نسميها الانهيار اللي حصل في السوق بتاع التصنيع الصغير الموجود. فحاليا احنا حقيقه شرعنا في انه احنا نخاطب الجهات ذات الاختصاص من وزاره الاستثمار والاشياء دي انه يا جماعه يا اخي انتم المنتج البسيط الموجود حاليا معانا ده انتم لازم تدوه عين الاعتبار ويعني بمفهوم انه حتى التاجر اللي انا بجيب لي ماده خام يعني الماده الخام دي هي المفروض تكون محفيه من الجمارك عشان اقدر اشجع الصناعه الوطنيه. طيب يا باشمهندس يعني نحن بدينا الحلقه كنا بنتكلم عن التغشف الاقتصادي ونتكلم عن تضخم حقيقي موجود الآن في السودان، ولكن بالمقابل لو اتجهنا للصناعات التحويلية والاستفادة من الكم الكبير يعني احنا مصدر الحياة مرات خام ما بنستفيد منها حي بيستفيد منها الـ الشخص المصدر له والمادة دي، فهل في مساحة حقيقية لإنشاء مصانع وربطها مباشرة سواء كان مستثمرين في الخارج يكون في إيرادات موجهة مباشرة في بريد الدولة أو في خزينة الدولة في خزينة الأشخاص المنتجين حتى إنه يحفزهم يعني. تمام.
طبعا هي دي الرؤيه بتاعت الرؤيه بتاعت البلد عموما، والرؤيه بتاعت الحكومه ان تاني الموضوع انه التصدر خام دي يعني حاجه ما مدية. دي بتفتح لنا افاق كثيره جدا، لانه الناس تبدا في تصنيع ان مثلا الفول الليله بدل ما يمشي حسي مثلا في مصانع، في على سبيل المثال ليس الحصر، يعني مثلا في حسي شركه اللي هي قمرنا حاليا بتصدر حتى منتجها بقى موجود خارج السودان، زبده الفول السوداني، الفول السوداني والدكوة، الصمغ. ايوه يعني الاشياء دي كلها احنا لو هنا اول حاجه بتفتح لنا مجال كبير جدا للصناعات الصغيره والمتوسطه. اضف لذلك يعني مثلا عندنا حسي الصناعات التجميعيه. الصناعات التجميعيه دي يعني احنا طبعا ما ضد اي، احنا مع اي صناعه، لكن الاشتراطات اللي كانت موجوده مثلا في الصناعات التجميعيه بالقانون اللي كان مطلعه وزاره الصناعه، اللي هو انه المفروض يكون في النسبه تقريبا 35% المفروض تكون من مكون محلي. فالمكون المحلي حقيقه نعيب على الوزاره انه حتى تقييم للمكون المحلي اللي هو كان عباره عن كهرباء وعماله، اوكي دي فعلا هي مكون محلي، لكن ما اعتقد انه النسبه دي ممكن تصل لنسبه 35%. يعني انا مثلا لو مسكت لك ضربت لك مثلا بالشاشات، المصانع بتجمع شاشات، المصانع بتجمع شاشات دي يعني كل الاشياء قاعد تجي من الخارج هنا بيتم تجميعها، يعني اللي راكين الكرتون اللي هو ده صناعه بسيطه جدا، الكرتون اللي بيحطوا فيه الشاشه دي عشان تباع في السوق، الكرتون ده بيجيبوه معاهم من الخارج بطباعته بحاجاته، فدي كلها صناعات بسيطه ممكن الناس تعملها هنا وممكن تساعد جدا في توفير فرص عمل للشباب، في توفير بيساعد في الدخل القومي. فاحنا ناشدنا وزاره التجاره انها تعيد النظر في المكون المحلي بالنسبه للتجميع، وبحيث انه يعني حتى يعني انه حتى بتاع المصنع ده زول راس مال، زول عنده امكانيات كبيره، يعني ممكن هو يجيب مكنه يصنع كرتون، لكن لا، الاشتراطات المفروض تكون انه انا عشان اطور الصناعات التحويليه والصناعات الصغيره والحاجات دي انه لازم الحاجه دي تكون من السوق المحلي. لا في شيخ ثاني يا لينا، انا برضو ذكرته من خلال الحوار، يعني ذكرت انت قبيل في مستثمرين يعني حتى الاستثمار اللي جوا السودان بيشجع الاشخاص الراسماليه وبيعود على افراد يعني مع الوطن، فدوركم انتم الان كلجان تسييريه بالنسبه للصناعات المتوسطه، يعني دوركم في جلب مستثمرين، في تشجيع المستثمرين المحليين العمليات الانتاجيه اللي بتخلق لنا فرص عمل وبتخلق لنا برضو انتاج محلي. طبعا حقيقه احنا حاسي شرعنا في تكوين روابط مع جهات كثيره جدا مهتمه بالقصه تحت الصناعات الصغيره دي، ودارين ننقل التجارب تحت الدول اللي كانت ظروفها مشابهه للظروف بتاعت بلدنا. فحقيقه اتصلنا بكثير من المنظمات اللي بتهتم بالتدريب، وزي ما قلت ذكرت لك قبل انه احنا حاليا عملنا رصد كامل لكل المراكز بتاعت التدريب الموجوده، وان شاء الله حنقوم المراكز ذاتها حنقوم ناهلها على اساس انه تقدر تؤدي الدور بتاعها السليم. وحقيقه يعني 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 احنا يعني تارجتنج انه احنا نقوم ننقل تجارب الدول زي ما قلت لك المشابهه لنا، لانه ده حقيقه هو تحدي كبير جدا، وزي ما عارفين انه احنا الصناعه دي هي يعني الصناعات الصغيره والتحويليه كانت مخرج لكثير من الدول، ساهمت في زياده الدخل القومي، ويكون في قانون يعني يسهل المستثمر عشان ما يكون في عمليه جذب بالنسبه للمستثمر، ويكون هو مستفيد يعني يربح ويربح غير. حقيقه هو كلامك ده سليم، واحنا يعني اتصلنا بالجهات اللي هي ذات الصله اللي هي وزاره الاستثمار، ووعدونا انه يعني يصطحبوا معانا القاعده الكبيره دي في ملف بتاع الاستثمار. نعم. طيب ختاما باشمهندس، استراتيجيه الاتحاد في المرحله القادمه. طيب احنا حقيقه استراتيجيتنا في المرحله القادمه انه دارين نكون الاتحاد ده بطريقه سليمه. يعني حقيقه الاتحاد ده حسي حاليا احنا في يعني اللي هو الاتحادات السابقه اللي هو لسه ستيل بتتكلم باسم الاتحاد، مع انه في صدر قرار من ازاله التمكين بتكوين لجنه، فحاليا لسه لحد انا ما بتكلم معاكم لسه في ناس بيتكلموا باسم الاتحاد، ودي عامله لنا كثير من الـ من الـ من الـ من الـ من التداخلات. فحقيقه احنا لجنه التسيير بنعمل في مناط بين انه تكوين الاتحادات الولائيه والغرف الولائيه والشعب، فحقيقه احنا دارين نكون القصه دي بحاجه حقيقيه. يعني انا احكي لك مثلا بسيط، يعني في شعبه
يعني بس احنا ما حنقدر نذكر. في شعبه مشينا لقيناها عباره عن شنو؟ عباره عن بيت بتاع زول هو كون شعبه كامله. الشعبه طبعا اشتراطاتها مثلا المفروض يكون في 100 واحد صاحب عمل حقيقي. فهو كون شعبه كتب ل 100 واحد نفر اسامي بتاعت ناس ارقام تلفونات من يعني هنا. وكون شعبه والشعبه دي بقت موجوده وموجوده في شنطته وشغال بها لاغراض انتخابيه لكن لا وجود على ارض الواقع. فاحنا حاسه حقيقه نزلنا للاعضاء بتاعين الاتحاد الحقيقيين في مناطقهم في ورشهم في مصانعهم على اساس انه الناس تهتم بانها تسجل في 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 شعابها على اساس انه يكون الحاجه الزول اللي بيجيبوا لها قدام في الحاجه الانتخابيه يكون يعني فعلا زول بمشروع حاجه حقيقيه حاجة فعليه على ارض الواقع ما زي ما بيقولوا ما اتحادات شنو. نعم احنا شكرا لك كثير جدا باشمهندس منير زمراوي نائب رئيس غرفه الصناعات الصغيره والمتوسطه على هذه المساحه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا. اذا